بسم الله الرحمن الرحيم، هنشوف أهم المواقع اللي بتدي منهج علمي أكاديمي ومنهج علمي مفيد، وفي نفس الوقت بتدي شهادة في آخر الكورس. أول حاجة عندنا رواق، وده موقع تعليم ممتاز، هتلاقي فيه علوم تكنولوجية، تربية، اقتصاد، علوم اجتماعية، طب، هندسة، أديان، ثقافة، قانون، تاريخ، يعني موقع متنوع فيه كل الحاجات اللي أنت ممكن عايز تتعلمها، والموقع كله بالعربي. في كورسات كتيرة مفيدة جدا، في حاجات كتيرة في البرمجة، في حاجات تنمية بشرية، في حاجات في الهندسة، في حاجات تتعامل مع الاحتياجات الخاصة، كل ده مجاني، وفي الآخر بتاخد شهادة. الموقع اللي بعد كده موقع إدراك، تمام، هتلاقي فيه حاجات كتيرة كويسة جدا، وبرضه في شهادة في الآخر. بتتعلم فيه إنجليزي، تسويق إلكتروني، أندرويد، عمل حر. طول ما انت قاعد حاول تاخد كورس، يعني حاول كده ايه كل شوية تاخد كورس، خلاص تاخد اللي بعديه، تاخد اللي بعديه، هينمي التفكير بتاع الواحد. تمام، انا استفدت كتير جدا جدا من رواق ومن ادراك ومن الموقع التالت اللي هو ملتقى الدارين. ده برضو كورسات كتيرة متنوعة، بتبقى اونلاين، يعني بتحضر انت الحاجات اونلاين، اغلبها اونلاين، في حاجات اوفلاين، وتبدأ تسأل المحاضر وتبدأ تتعاون معاه، وتبدأ هو يجاوبك على الأسئلة اللي أنت عايزها. وزي ما أنت شايف في حاجات كتير جدا، في تعليم لغة عربية، إنجليزي، فرنساوي، ياباني. تدخل مثلا في الحاجات الهندسية تلاقي معماري وإنشائي وكهروميكانيكال وموقع، وهتلاقي مثلا في العلوم الزراعية حاجات كتير جدا، فموقع دسم جدا. وفي الآخر برضو بتاخد شهادة معتمدة إن أنت خلصت الكورس دوت. وشهادة معتمدة، يعني مثلا تقدر تاخد الشهادة دي وتقدم فيها في امتحان البي ام بي مثلا في إدارة المشروعات. فأتمنى إن احنا نستغل وقتنا بالثلاث مواقع المهمين دول.